البنات كونوا متأكدين إلا جربتوا هاد الأحريشلات المالحين وحارين غادي يعجبوكم بزاف بزاف. ما تخلعوش من الشكل ديالهم، راه طريقتهم سهلة مهلة وكيتحضروا كلهم في دقة واحدة، يعني ما تخافوش من هاد العجينة نهائيا. وكيجيهم قرمشين لذاذ بزاف، ممكن تحضريهم إلا بغيتي ديري بحال هكا في عاشوراء أو لا في الكوتي أو لا في الفطور أو لا في الكوتي ديال الوليدات. المهم هاد القريشلات هادو راه بنان بزاف البنات، ما غاديش تسخو تحيدوهم من فمكم. المهم البنات ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا معايا الفيديو. ولكن قبل ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم زوينة بزاف، وشكرا لكم على يخطيكم دائما كتشجعوني. الله يجعل لكم في ميزان حسناتكم وعلى يخطيكم عليا. نخليكم دابا تشوفوا الفيديو فرجة ممتعة. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم. عندي 125 غرام ديال الزبدة، عندي 4 القطع ديال الجبن المثلث، كاس ديال الزيت غادي نعبر بكاس الانبا، كاس ديال الماء، عندي معايا صغيرة ديال التحميرة المدخنة، ممكن ديرو فقط التحميرة العادية، عندي معلقة كبيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال بودرة الثومة، ممكن ما عندكمش حكوا واحد فصيص ديال الثومة. انا بغيت نديرها حارين، الا بغيتوهم نتوما يكونوا عاديين ما ديروش السودانيه. درت معايا الصغيره ديال السودانيه، معلقه كبيره ديال الموطارد، واحد كيس ديال خميره الحلويات فيه 8 غرام، وغادي نحتاج دويمه ديال السمك، غير دويمه واحده. وبطبيعه الحال غادي ندوز على بركه الله في طريقه التحضير. بالنسبه ليا غادي ندير في العجانه، ممكن تعجنوها غير بايديكم. غادي ندير الزبده هي الاولى تكون في حاله المطبخ. غادي نزيد عليها الجبن المثلث، غادي نزيد كذلك هنا الملحة، بودرة الثومة، التحميرة، السودانية، وغادي نضيف كذلك الموطارد. غادي نضيف كذلك واحد الطويمه ديال السمك، غادي نحاول انني نخلط هاد المكونات كلهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نضيف ليهم كاس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط كلشي مزيان. غادي نضيف كاس الماء، ممكن تعوضوا الماء بالحليب. صافي، من بعد ما خلطت المكونات كلهم مزيان، هنا غادي نضيف واحد 8 غرام ديال خميره الحلويات، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كنضيفه بالتدريج وانا في نفس الوقت كنعجن. في الاخر ديال العجينه غادي نقول لكم بالضبط شحال الزيت ليا ديال الدقيق. الكاس السابع نديرو بشوية بشوية، العجينة خاصها تكون قاصحة شوية. صافي، هنا العجينة ديالي جمعتها، تقريبا نزلت ليا ما بين 6 الكيسان ونص حتى 7، يعني تقريبا ما بين 650 غرام حتى 700 غرام. صافي، العجينة ديالي خاصها تكون بحال هكا، متكونش قاصحة بزاف وما تكونش مرخوفة. هي العجينة كيفاش تكون، غادي نقسمها غير باش تجيني ساهله فاش نبغي نسرحها. اما بالنسبه للبنات الا بغيتو ديروا بزاف الاشكال بنفس العجين، انا بغيت ندير لكم بزاف الاشكال، يعني كل فيديو نديرو بوحدو. وداكشي علاش درت هذا العجين كله بنكهه ديال الحوت والحار. نتوما الا بغيتو غادي تحيدوا هذيك الضامه ديال الحوت وما ديروش فيها الحار، حتى تقسموها مثلا على جوج او على اربعه او على حسب العدد اللي بغيتو. وديك الساعه كل جزء كتنكهوه بشي حاجه، بحال مثلا واحد ديروا فيه نص ضويمه ديال الحوت، واحد ديروا فيه الحار، واحد ديروا فيه الزيتون، واحد الزعتر، على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هذا النوع كله بهذا المذاق هذا،
وان شاء الله غادي نشارك معكم انواع اخرين هكا باش كل واحد يدير اللي بغا. داكشي علاش درت هذا الفيديو خاص بهذه النكهه ديال الحوت والحار. انا غادي نقسم العجينه ديالي على 6 غير باش تجيني ساهله باش نبغي نسرحها. ضروري كنغطيوهم بالبلاستيك هانتوما باش ما ينشفوش. غادي ناخد كره واحده وغادي نسرحها. تخافوش منها ما تتلصقش، نحاولوا نرقوها ما امكن. خفتوا منها تلصق عليكم ديروها في فوق شي بلاستيكه. هانتوما من بعد ما درتها هكا راه رقيقه. غادي نحاول انا نعدها على شكل مستطيل. هانتوما مازال غادي نقطعها هكا على النص وغادي نقطعها هكا مستطيلات اخرين. حاولوا يكونوا نفس الحجم تقريبا، ماشي مشكل يكون وحده طول. هانتوما وكل مستطيل غادي نديرو مثلث، فهمتوا؟ مرة سهلة. وحتى هاد الجهة غادي نقطعها هكاك، يعني كلهم خاصهم يوليو لينا على شكل مثلثات. هكا سهلة باش تصيبو بزاف في مرة واحدة. هانتوما كتجيو هنا هاد الجهه اللي كتكون عريضه وكتبداو تلوي فيها. هانتوما شتو، انا نقرب لكم اكثر. كتبداو تلوي فيها غير بشويه، ما تزيروش. هانتوما صوتوركم، هانتوما شوف كيفاش كتجي، راه صغيره وراه كتجي زوينه في الشكل ديالها. شو انا نعاود معكم واحده اخرى. دائما كتجيو الجهه العريضه وكتبقاو غادي للجهه اللي رقيقه. هانتوما اي بحال هكا. دابا انا حيت كنصور لكم كندير بشويه، ما هي راه بسرعه دغيا دغيا. هانتوما تصوركم على هادي بحال هكا راه كتلصق صافي. وغادي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي عندي كامله، نرجع معكم ان شاء الله باش نقول لكم طريقه الطياب ديالها. دابا البنات انا صراحه ما بقيتش واقفه، كنحسش بالتعب واصلا دغيا توجدوا. عمرت اللاطات كلهم، بالنسبه للفران درتو كيسخن من قبل درجه الحراره 160 170 حتى 180، غنشعل ليهم غير من التحت فقط. صافي فاش يسخن الفران غادي ندخل ليه اللاطه ونخلي العافيه كيف قلت لكم من التحت. ومره مره كنجبد اللاطه كنحركها بواحد معلقه ديال الخشب، نحركها باش يتحمروا من الجوايه كاملين. صافي فاش كيتحمروا كنخرجهم وكنديرهم في شي علبه حتى كيبردوا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم انكم كديرهم في شي علبه، طبيعه الحال كتخليهم حتى كيبردوا مزيان وديرهم في شي علبه وتسدوا، يعني العلبه كتكون كتسد مزيان. صافي كتسدوا عليهم وكتخليهم راه كيبقاو مده طويله حتى كيساليو. المهم هذا هو الشكل ديالهم كيف شفتوا،
وانا حاولت انني ندير لكم غير شكل واحد. ان شاء الله في الفيديوهات اللي غادي يجيو من بعد غادي ندير لكم شي شكل اخر. غادي نخليكم دابا حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديدة باذن الله.